Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-yawm أنا سأتكلم شيئا مهما وكثير من علمائنا ومشائخنا يتكلم في هذا الشيء فاعلة عظيمة لمن تأخر زواجه كثير من الشباب والشابات يعانون من عقوسات في أمر الزواج فهناك من إذا فكر بتقدم لطلب بنت من أهلها تحصل معه ظروف خارجة عن إرادته تجعله يؤخر الأمر وهناك من كان خاطب لمدة طويلة وتعثر عليها إتمام الزواج لسبب أو لآخر يا أيها الشباب والشابات بإذن الله تعالى هذه القاعدة جدا ناجحة مع الصدق والتوكل واليقين وطريقتها سهلة ولا تتطلب جهدا تعظيم النية ليلة الجمعة خمس ليلة تصلي ركعتي لله بنية أمر الزواجك وتدعو الله بتيسير العسير فيه وأنت مستقبل القبلة تقرأ حوامي سبعة في جلسة واحدة دون قطعها بحديث مع أحد لمن لا يعرف ما هي سور الحوامي فهي سورة التي تبدأ بحامي في القرآن الكريم يعني من سورة غافر فصلت شما زخرف دخان الجافية الأحقاب ثم تصلي على النبي وآله تسعى مرة وتختم بالدعاء الآتي اللهم إني عبدك ابن عبدك وأمانتك أعتصم بك وأنت خير وأنت عاصم الملفوف وعلوت بك فلا يلوذ بك إلا راجي وألجأه إليك وأنت الحامي اللاجئ يا سامع الدعوات ويا موجب المضطرين ويجب الطريق أن تعصمني من الفتن بما شرعت لنا وإنك القادر على هذا يا واهب الطالبين وحدك يا صمد ولا إله غير سبحانك إني كنت من الظالمين ثم تقرأ هذه الدعاء أيضا هذا الدعاء أيضا اللهم إني أستغيث برحمتك ثلاث مرات تقيم مجلسك بالصلاة على النبي وتعيد هذا عمل خمس مرات كل ليلة الجمعة يعني بمعنى أنت تصلي خمس أصابع بدون قطعها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.